الحمد لله عليك سي سمير كي جيت وخطبت. يا لميا يا روح سمير جيت اليوم باش نخطبك. سمير نقول لك حاجة، في بالك امبارح خبوني فلافة، واحد عنده بوطة في قمرت، واحد عنده بوطة في حمامات، واحد عنده بوطة في السوسة. خطبوك ثلاثة مالي بطاطا، ياك ما عادش لم ياك وليتي كم يا تقعدي ما تقعديش بحذايا مالها. ابعدي ابعدي. سميرة اسمعني كم شرطة في المدخل كل شرات هز دفشك وبلاش منه العرس بصراحة. يجي بركة نفدلك معاك يجي بركة يجي بركة ما تغشيش يا راكي مون أمور يا لمية راكي مون أمور يا تي بوس. بعد العرس سمير بصراحة باهي بوسة من خدك. يا سلام قلت لك بعد العرس يزي عبيد تغزر وكل باهي بوسة من يدك. سميرة ورحمة عملت لك هكا بعد العرس يمالا ما فهمش عرس أصلا ناي. سمير في بالك عمي قتلنا في الورث الكل الله لا تربحوا بوس حتى خالي ولد حرام بوس باش ننبه عليك. ريت بابا رد بالك تجبد له على حكايه الحبس. ايش بيه الحبس ولا يستعاروا بيه الحبس يستعاروا بيه الحبس. نكذب على بايك تحبيني نكذب على بايك مريك انا عملوا فيه حب الثقافه طلع عملوا فيه مثقف ونهبلوا بالثقافه مريك اسكت جيني شو بابا. سقف بيتي حديد سقف بيتي حجر ما شاء الله تبارك الله يا عزة الله شاب في عنفوان الشباب. أهلا يا ابني. أهلا يا عمي. شوف نقدم لك نفسي أنا البشير أستاذ عربية قحة. عمي كان عندك القحة عليك بالزيت والقارس والقسم بالله نحفظ بلغمك وليه عنده الدعابة كذلك بشوش. شوف يا ابني قل لي يا عمي مادامك جيت من الباب نجمة عيط لي عم البشير وكان جيت في المكتب نعيط له عم طباشير. اسكت اسكت عمي أنا ممنون وسعيد بلقائك وأنا إنسان مثقف نتبادل نفس الشعور نفس الشعور. حكت لي ابنتي قالت لي عليك اللي أنت إنسان تموح وعندك حب الاتلاع. لا عمي كان عندي حب الاتلاع وحب شباب أما كبلغت تنحو الكل الحقيقة أما أنا راني مهبول متاع ثقافة مدمن ثقافة مهبول نبيت معاك تزود فتح الهداوي فلي مهبول ثقافة مهبول ثقافة. أنت مثقف مثقف جدا. ما رأيك أن نتبادل أطراف الحديث. عندي زوز أطراف بو خمسة نقتلوا بعضنا في البركون نخرج ونمشوا على روسنا. اش قولك عم اش قولك في الثقافة. يقولك اللي سمير راهو رجل مثقف جدا فهمت ومكثر ما هو ديما مسكر على روحه ويقرا في الكتب ولا ما عادش يعرف شكل ممكن نكتب على العباد فهمتي. ولوع بالمطالعة ولوع ولوع بالمطالعة. قل لي نعم. شنو كل شفافية ونزاهة نعم كل شفافية ونزاهة شنو رايك في الناس اللي يسبوا في سقراط. سقراط ما همش رجال عمي باش نبداو واضحين مع بعض. حتى انا موافقك في المسألة هذه. تعرف انت ظهرت انسان معبي معبي مدكمك انت مدكمك بالثقافة. لو كان تحكي لي شوية على الرومان شنو رايك في الرومان؟ الرومان والسفرج الأحسن غلة نجم تذوقها عمي ربي يفضلك. شنو قولك في الثقافة؟ ما نقول الثقافة والزعرور كذلك. نعم بابا وي نحب نجيك نقول لك حاجة ما مشني نري فيك. تجربي جاي شنو؟ بابا في بالك اللي سمير راهو عنده مشكلة صغيرة قدك ما يسمعش مليح حكا هاو. أخي شنو هذا اللي جبتيه لي ساقات هذا ما يسمعش من الباهي ما يتحدثش من الباهي. أخي كيفاش تخفيه هذا؟ بابا راني نحبه راهو يفك علينا. إذا سنواصل نواصل عمي. ماذا يلوج ماذا يلوج في خاطرك عندما أقول لك مانديلا؟ مانديلا خويا أقوى حتى من بعض الباساج صاحبي فيهاش كنترول ريت نجم ترسكي جوك فز بس أقسم بالله. كبان هذه الثقافة هذه الثقافة مهبول ثقافة. قول لي يا عمي إذن مسافة الأمل مسافة الأمل. باب أريير باب أريير باب أريير يا ولدي مانديلا نحكي على مانديلا 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 فرشيتا سكينة نحكي شوي طليان مش برشا أما كان تعطوا هيلي نتعلم الطليان على خطرة ما حتى مشكل. تعرفش كيفاش مش نمشوا للخطبة خير نمشوا للخطبة خير نملي مكتبوا ربي سير نحل جوان عنتير ونخطب بنت عم بشير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على هذا الفصل الغنائي. مرحبا بك عمي. بنتي انا عجبني برشا الوليد هذا امشي للكوجينة حضر لنا شويه جي دورانج وشويه بقلاوه خليني نتبادل انا وياها اطراف الحديث. تحب شويه فزدق؟ كان عندكم شويه فزدق جيبي لي كثر ما حليه بربري على راحتك. عرش السفنير يا بنتي ونقصهولك. ابني؟ نعم يا عمي. اقترب. انا قادم يا عمي. انا ذاهب يا عمي. شو بيك يا حاج ما بيك تحولت؟ عمك. ماذا؟ عمي لك عينيك. تتبولد انت ماذا رايك عمري
عامل لي فيها فصاله، عامل لي فيها بليج في بالك انت. عمي ماذا انا حاسب بنتي اللي كنتي انا ما بيجي ما بي انا ما بي لماذا لا تعطي زلبوط انت؟ انا زلبوط يا عمي؟ زلبوط وقليل الحياء زاد. انا قليل الحياء يا عمي، انظر الى الكلمات التي تقولها، لو انك تغلط يا عمي. نغلط؟ نعم اقسم بالله تعطيها لك بالسماعه للوكاله خلي تغلط يا عمي. انت انا نعطي بنتي الواحد خنانه كيف كنتي انت؟ من الخنانه يا عمي؟ انت انا الخنانه؟ ايه. يا عمي لقد لعبت في كونتيري حياتك يا عمي. اقسم بالله ما بك يا عمي، وسع بالك يا عمي، انت رجل مثقف يا عمي. مثقف وطاوش وليت؟ انت رجل مشقف يا عمي، نحي الوعد من يديك يا عمي من فضلك يا عمي. يا عمي ما به هذا، ما به يا عمي. يا شوف باش نقول لك حاجه. قل لي. شوف باش نقول لك حاجه. جماعه الثقافات هذوما راهم ما يلعبوش معايا، فهمتني ولا ما فهمتنيش؟ انا راني انا شكون انا؟ انت شكون؟ انا البشير انا. شكون البشير يا عمي؟ شكون البشير؟ هذيك 80 راجل في بعضهم، شكون البشير؟ انا البشير ويربجوا بيا سونيا. سونيا اقعد يا عمي، انزل انزل على الارضي، انزل على الارضي، انزل على الارضي. انزل على الارض. قل لي قل لي أيوة. ما رايك في الدوله الحفصيه؟ الحفصيه عندهم اقوى جينات في العالم، ب 12 دينار تعب الحوايج. خذ لي دي جيناني. نريد اثنين من الجنس يا عمي. اكس اكس ال. ممتاز يا عمي. واش بيك كنت لعبت عاده فيها باندي ودرشني خويا؟ عرفتي كيف يا عمي؟ لقد وترت لي اعصابي كثيرا. لا لا بشه يا بشه، انت ما قالتلكش بنتي؟ ما قالتليش، ما بيك؟ الكلبه بنت الكلب. ها ماني هذيك قلت لها راني انا مريض مريض، عندي زوج شخصيات في شخصيه، سكيزوفرين انا. وانا عندي زوج كيلاتيوم في راسي. باهيش يا خويا تسمى سكيزوفرير. واضح عمي من الاخر عمي، انت لقد وترت لي اعصابي، اذا انفخ شلبوقن. ها؟ انفخ شلبوقن حتى ابرد عليك. نسيبك راني. نسيبي انفخ شلبوقن. انا ما لقيت الجب. يا ريت يا ريت. صدقت باب صراحة في بالي باش تفهم، وما شوف باش خصلتي حلق درع هذا هكا. شخص عندك ريقلت الأمور أنا وبايك وجوك أحلى جو حبي. معناه بابا موافق على العراس؟ موافق على سمير خير ما راسي يطير. وإذا نسمع زغرته زغرتي. أسكتي زغرت أنت يا عمي. رجل موثق. زغرت يا عمي. بابا زغرت. رجل مبروك عليكم أنا في العائلة يا عمي. هاي نمشوا. كم اللي يحكي لنا عائلتك الكل.